قال المصنف رحمه الله تعالى إلى البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، أبواب سترة المصلي، باب استقبال الرجل صاحبه في صلاته وهو يصلي. باب استقبال الرجل صاحبه في صلاته في صلاته وهو يصلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن الخليل أبو عبد الله الكوفي، نعم، قال أبو حاتم الرازي من الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الإجلي صاحب سنة ثقة، صاحب سنة ثقة صاحب سنة، قال متين كان ثقة. قال حدثنا علي بن مسهر، وعلي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي، قال نسائي ثقة، قال الدقني ثقة، وثق ابن معين أيضا، وقال أبو زرع الرازي ثقة صدوق. قال عن الأعمس سليمان بن مهران من أساطير المحدثين إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بن واجس. قال عن مسلم، هو مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى، نعم، قال ابن معين ثقة، قال أبو زرع ثقة، قال النسائي ثقة، والعجلي أيضا قال ثقة، نعم، وابن سعد قال ثقة كثير الحديث. قال عن مسروق، مسروق بن أجدع أبو عائشة بن المخضرمين، وهو يعني من المحارم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين وأعلم نساء العالمين على الإطلاق، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. إذن ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. الآن السؤال المطروح: ما وجه المطابقة بين التبويب وبين الحديث؟ التبويب: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. نعم. وجه المطابقة: ما أدري أتفكرون أم أنكم يعني ما أدري ما بكم، السؤال طرح وأريد الإجابة. أبو الوليد يقول: الحديث فيه مطابقة لاستقبال عائشة النبي، مع أن عائشة ما استقبلت، ده قالت: أخشى أن أستقبل مطابق وزيادة، فإن كانت المرأة لا تقطع الصلاة بالجلوس فرجل من بابي أولى. يعني هو طبعا الأولى مطابق وزيادة، هذا يعني هذا جيد، والتبرير خطأ، الشطر الأول، لكن التبرير خطأ. نعم، التبويب على العموم، نعم، طيب هذا جيد أيضا. الحق أنه يقال أن المطابقة غير واردة، لأنه يقال استقبال الرجل رجل، ولما أتى بحديث المرأة. قلنا المسألة على قياس الأولى، المسألة على قياس الأولى. لما على قياس الأولى؟ هذا الذي كنت أريده، التبرير اللي هو ورد. الأصل أن الاستقبال أو عدم الاستقبال ما العلة فيه؟ لما يطرح القول بأن تتخذ رجلا سترة أو امرأة سترة؟ لما؟ النظر في ذلك للتشويش. فإن كان التشويش بالمرأة غير وارد، فلأن يمنع منه، أو قل فلأن يكون أخف بالرجل. يعني هو ماذا حدث؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لا تستقبله، فإنه لا يلتهي بها ولا تشوش عليه صلاته. فإن كانت المرأة التي هي أصل التشويش على الرجل وأصل إعمال الذهن والفكر بالمرأة،
من الرجل، فإن كان هذا لا يكون في الصلاة فلأن يكون من باب أولى إن كان الرجل. هنا التبرير في هذا الباب، يعني المطابقة هنا نقول أنها إن كانت عام أو مطابقة وزيادة أو قل هي قياس الأولى في هذا الباب. إن كانت المرأة لا تشوش فالرجل لا يشوش من باب أولى، لأن التعليل في مسألة النظر لما ينظر في مسألة استقبال الرجل لما ينظر في هذا الباب، الأمر كما قلت من أجل هذه المسألة وهي التشويش. لذلك قوله باب استقبال الرجل وهو يصلي، في نسخة الصغاري قال استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، والمعنى هل يكره أم يجوز، لا يجوز يكره أم لا، فرق بينما إذا ألهاه أو لا. الحق أن المصنف الإمام البخاري نظر هذه النظرة، قال العلة في مسألة النظر إلى الاستقبال الإلهاء هل يشتغل به أو لا يشتغل به، لذلك أتى بأثرين. الأثر الأول هو أثر عثمان، وعثمان يرى الكراهة لأنه ما دام الرجل أمامه في الصلاة واستقبله فإنه سيشغله. ثم أتى بكلام زيد بن ثابت أنه قال ما بريت، يريد أنه لا حرج له في ذلك، قال يعني ما بليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني لا حرج في ذلك. هنا يكره عثمان من أجل الانشغال، وأما زيد لا يكره قلنا لعدم الانشغال، وهذا الذي جعل البخاري يجمع بين الاثنين، هذا الذي جعل وحدى بالبخاري أن يجمع بين الاثنين. البخاري له أن يستقبل الرجل شريطة أن لا يشغله، فإن شغله فلا، إن شغله جاء قول عثمان، إن لم يشغله جاء قول زيد بن ثابت. ثم ذكر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بأنها قالت شبهتمونا لقد جعلتمونا كلابا، وهذا الكلام فيه إنكار من عائشة رضي الله عنها وأرضاها واستدراك على من قال بذلك، هي توهم الراوي، وإلا فالكلام كلام النبي، ما له ومال أو ما لهم ومال هذا الباب. عائشة تقول لا يعني كأنها قالت وأنتقدوا هذه الرواية، وهمتم على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلتم بأن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة، قالت ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا لبينه وبين القبلة وأنا مضرعة. والحق أن الوهم يدرك عائشة هنا لا يدرك الراوي، لما؟ لأن النبي قال بمرور المرأة تقطع الصلاة، المرأة بمرورها، وهي ما كانت مارة، هي كانت مضجعة، والاضجاع والثبوت ليس مرورا، والصلاة تبطل بالمرور. فهنا استدراك عائشة رضي الله عنها وارضاها مستدرك، استدراك عائشة رضي الله عنها وارضاها مستدرك. وأما في قولها جعلتمونا كلابا ليس كذلك، ولكن هذه أحكام، لأن المرأة يعني شغلها شغل عظيم على الرجل، إذا مرت المرأة ينشغل الرجل في الصلاة انشغالا عظيما، هي تأخذ حظ قلبه ولذلك ينشغل بها. فلذلك لما قالت بهذا ما يعني وهمت استدراك عائشة كما قلت مستدرك، وأنه قد صح على النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة أيضا تقطع الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. ولا يقال بأن طيب انظر كده عائشة، لا عائشة أنكرت أن تبطل الصلاة بمرورها، لذلك قالت جعلتمونك الحمير واستدركت هذا، وهي ممن يقول بأن الصلاة لا تقطع بمرور المرأة، هي تقول بذلك، هذا قول عائشة رضي الله عنها وارضاها. الصحيح الراجح أنها استدركت هذا. نعم الله المستعان. نعم، فالمرأة تبطل الصلاة بمرورها. أخطأت يا مالك، قلت هي الآن استدركت، لو أنا استدركت ومستدرك عليها أيضا، هي استدركت قالت أجعلتمونا كلابا، يعني نحن نقطع الصلاة، وهنا طرحت ما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أننا أنا ما قلت إن هي وهمت التخصيص يا أستاذ مالك، أنا قلت إن هي برمة المسألة أنكرت عليها، هي أنكرت أن تبطل الصلاة بمرور المرأة، افهم هذا، هي تنكر هذا،
وهي تقول إن المرأة لو مرت لا تبطل بها الصلاة. والصحيح أن المرأة لو مرت أمام الرجل تبطل صلاته. الصحيح أن المرأة لو مرت أمام الرجل تبطل صلاته. فتفاهم هذا. نعم. فقالت ولقد رأيتني أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بينه وبين القبلة أنا مضطجعة. قلنا الاضطجاع غير المرور. الاضطجاع غير المرور. قالت فتقول لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسلن سلالا. لكن هنا لما تكون مضارعة أمامه إذن هو استقبلها. إذن هو استقبلها. وممكن أن يقال هذا يراجع فيه البخاري أنه ليس استقبالا. هي تقول فأكره أن أستقبله. هي تكره. هي تكره ذلك. ولو استقبلها هو صح ذلك على أساس الترجمة كما قلنا. نعم. يبقى إذن الصحيح في ذلك أن نقول بأن استدراك عائشة في هذا مستدرك وأن المرأة إذا مرت تبطل صلاتها. لكن هل للرجل أن يتخذها سترة؟ نعم نعم. فالمرأة لا للمرء أن يتخذها سترة وإن كان فيها كراهة لأنه ممكن ينشغل بها. لكن إن استقبلها صح نعم يصح. وإن اتخذ رجلا سترة نعم يصح. نعم هذه السترة. الفوائد المستنبطة: دلالة الاقتران ضعيفة. قياس الأولى قطع الشواغل عن المصلي. قطع الشواغل عن المصلي من السنة. قطع الشواغل عن المصلي. طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب بعشر دقائق بعد إذنكم. جزيتم الجنة وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.